إذا للحديث عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي بدأت صباح اليوم ينضم إلينا عبر سكايب من باريس موسى أفشار عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني. أستاذ موسى مرحبا بكم، يعني بداية كيف يمكن تقييم المشاركة حتى الآن في الانتخابات الرئاسية التي حشد لها النظام الإيراني بشكل كبير هذه المرة، ما السبب في ذلك؟ أستاذ موسى هل تسمعني؟ أسمعك جيدا يا خالد. طيب أستاذ موسى، بداية كيف تقيم المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، خاصة أن النظام قد حشد لها هذه المرة بشكل كبير، ما السبب في ذلك؟ في الحقيقة كان النظام يعرف تماما بأن هذا اليوم يوم الانتخابات سيكون يوما مشهودا بالنسبة المقاطعة الواسعة النطاق التي سطرها الشعب الإيراني في مختلف شرائحه وفي مختلف المحافظات الإيرانية، ولذلك كان النظام يخشى كثيرا، وكان ينتظر خامنئي شخصيا ذعر وخوف شديدين من هذه المقاطعة الواسعة اللي كان يعني جدا محتمل، واليوم تحقق فعلا، لأنه يعني كما تعرفون هناك أولا يعني بغض النظر بأنه لا معنى للانتخابات في إيران، لكن هذه المرة بالذات خامنئي ومن خلال مجلس صيانة الدستور قام بإقصاء تقريبا جميع الأجنحة الداخلية للنظام، فلذلك النظام أصبح إضافة إلى جماهير الشعب الرافضة للانتخابات هذه المرة يواجه النظام الأزمة للمشاركة لأتباعه، حتى أتباع النظام، حتى كل من بغى في إيران من يعني مختلف شرائح الخاصة بالبسيج وقوات الحرس وعوائلهم وغيره وغيرك الذين يعني لديهم ولاء لخامنئي هم الذين يقاطعون الانتخابات اليوم. لذلك اليوم هو يوم يختلف تماما عن الانتخابات السابقة، وكان النظام على خشية كبيرة جدا مما الذي حصل، حاول كثيرا وبمختلف الحيل أن يعني يعالج الموقف، ولكننا اليوم وحسب التقارير اللي وصلت إلى منظمة مجاهدي خلق من آلاف مراكز الإقتراع من طهران، وأنا مستعد لكي أعرض جانب من هذه التقارير، كلها تدل على خلو مراكز الإقتراع من الناخبين. أستاذ موسى، سواء إذا فاز مرشح معتدل أو محافظ متشدد، يعني ما الذي سيتغير في السياسة الاقتصادية والأمنية والسياسية في إيران؟ ما الذي سيتغير؟ أبداً لا يتغير. كما تعرفون في إيران نظام يختلف عن جميع الأنظمة في العالم، هو نظام ولاية الفقيه الذي كل الصلاحيات يعني مركزة في شخص ولي الفقيه الذي مع الأسف الشديد يعني يعتبر نفسه خليفة الله في الأرض، ولذلك هناك دور بسيط جدا وزيق من الصلاحيات للرئيس، وإيران شهدت ما تسمى بالرئيس الإصلاحي اللي كان يتشدق به محمد خاتمي السابق، وبعدين رؤساء آخرين من ما يسمى بالأصوليين كأحمد نجاد، ولكن لا فرق ولا تغيير ولا أي شيء، لأنه هو نظام ولاية الفقيه. لكن أرجو انتباه إلى هذه النقطة الجوهرية، بأنه هذا العام الأمر مختلف. الشعب الإيراني منذ يعني 1917 حتف بالشعار الأصولي والإصلاحي، انتهت اللعبة، يعني أصبح على يقينا بأنه كل هذه يعني مسرحيات مجرد كان يعني محاولة لتلميع وجه النظام، وانتهت وفشلت فشلا تاما، وأصبح الآن النظام كنظام عاري تماما، ونظام يعني غام الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية بتعرية ولي الفقيه ونظامه من كل هذه الصفات ومن كل هذه الأغنعة، والآن يعني أصبح خامنئي أمام كلمة الشعب الإيراني، وهو الرفض الكام تام للمقاطعة التي بدأ الشعب الإيراني بها من نوفمبر 2019
بانتفاضات مزلزلة للشارع الإيراني، واليوم كرر الشعب الإيراني نفس الانتفاضات بهذه المقاطعة واسعة النطاق بعدم ذهابي إلى صناديق الاقتراع. طيب أستاذ موسى، ولكن كل الحظوظ تقول بأنها تصف في مصلحة فوز رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بمقعد الرئاسة. في هذا الإطار تحديدا، لماذا يريد النظام فوز رئيسي؟ سؤال جوهري ومهم. رئيسي يعني هو الشخص الذي حتى لم يبقى ولم يترك ولا مثل ما تقول شعرة المعاوية بينه وبين الشعب. هو جلاد الشعب الإيراني منذ بدايته، عندما كان 19 سنة بعد الثورة في 1979 دخل حلبة القضاء، ما يسمى بالقضاء يعني الإعدامات، ويعني تسلغ السلم السلطة والقيادة بالإعدامات، وكان أبرزها حضوره البارز والحاسم في إعدامات 30,000 سجين سياسي بفتوى من الخميني المقبور 1988، واستمر حتى الآن، وحتى في الانتفاضة 2019 نوفمبر ب 1500 في شوارع مدن الإيرانية. لذلك هذا الشخص استر خامنئي استرارا، هو يعرف، هو خامنئي يعرف أفضل من أي شخص آخر بأن بإتيان رئيسي يعني هو يخسر كثير حتى من أتباعه داخل النظام. لكن مستر لأنه مستر لأن يأتي بشخص لا تكون موجودة أي علاقة بينه وبين الشعب، يكون جلاد، يكون مخدوم لسيده خامنئي، وهذا بحاله لأنه ظروف المتفجرة للمجتمع الإيراني أوصلت خامنئي إلى مثل هذا القرار، لأن يأتي بشخص يكون مخدوم دون علاقة أي علاقة بجماهير الشعب. طيب أستاذ موسى، منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت عن تهديد السلطات الأمنية لصحفيين وناشطين انتقدوا المرشح الرئاسي إبراهيم رئيسي. إذا ما تحدثنا عن الحريات الصحفية، إلى أي مدى يمكن ضمانها؟ في الحقيقة أن الإتيان برئيسي كمرشح المفضل لخامنئي يعني دق مسمار الأخير على تابوت أي ظل من الحريات، لأن الحريات لم تكن موجودة منذ 40 عاما، ولكن حتى الحامش الزيغ الذي كان موجود هذا بمجيء يعني رئيسي هو دق مسمار على تابوت كل الحريات، وهم يعرفون هو يعني النظام الإيراني طبعا والسلطة القضائية بدرجة الأساس التي يرأسها رئيسي هم جلاد الصحفيين، هم يعني خبراء في يعني قلق الأفواه وكم الأفواه ويعني القضاء على أي قطرة من الحرية في إيران. أستاذ موسى، يعني أنتم غير متفائلين بوجود رئيس لإيران من التيار المعتدل، هل هذا صحيح؟ هذا ما فهمته. هذا صحيح تماما، لكن هذا التفاؤل لا يأتي من التحليل، هذا يعني تشاؤم لا يأتي على أفكار، لا، إنه رؤية موضوعية. ليس الآن يا أستاذ العزيز، ليس الآن، منذ 30 عاما، لأنه لو كان بالإمكان أن يكون إمكانية الإصلاح في هذا النظام يعني لم تكن هناك حاجة أن نكون نحن معارضين أمام هذا النظام، نحن كان بالإمكان نكون في ضمن العملية السياسية لو كان بالإمكان أي إصلاح. لا، السيد مسعود رجبي قائد المقاومة الإيرانية قال هذا الكلام منذ 30 عاما بأن الأفعى لا تلد الحمامة، إن الأفعى لا تلد الحمامة. طيب. لا يمكن سريعا أستاذ أي موسى. تغيير من داخل هذا طيب. النظام سريعا أستاذ موسى، الغرب الآن يفاوض إيران في فيينا، ما المطلوب من الغرب الآن؟ ما الذي تطلبون أنتم كمعارضة من الغرب؟ بدقيقة لو سمحتم. باختصار شديد، إن الغرب يطبخ الحسوة كما يقال في العراق،
يتبغ الحسو. يعني انه يعمل في السراب. ان المشكله ليس في الغرب، ان المشكله ليس في الولايات المتحده، ان المشكله في طبيعه النظام ولايه الفقيه. نظام ولايه الفقيه لا يستطيع ولا يريد ان يتعامل مع الغرب، لانه اي تعامل مع الغرب يتطلب تغيير في الداخل والقبول بهامش الحريات والقبول بهامش التغيير، وهذا شيء يتناقض تناقضا جوهريا مع ولايه الفقيه. من باريس عبر سكايب موسى أفشار، عضو لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الوطني الإيراني، شكرا جزيلا لكم سيدي الكريم.